بتاعتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض سلطه جميله جدا ومغذيه وسهله وسريعه خالص، مش تاخد وقت مننا خالص. يعني هي عباره عن سلطه الفاصوليا، واحنا عارفين الفاصوليا غنيه جدا بالفيتامينات بتاعتها، وعشان نحافظ على فيتاميناتها المفروض ان احنا مش بنحطها على النار ونعرضها لدرجه حراره عاليه، لا احنا بالعكس انا سلقتها عن طريق الميه المغليه، يعني عملتها زي حمام بخار وحطيتها في حمام بخار على نار هاديه، يعني 10 دقائق كده بكتير بتكون خلصت عندنا. فانا عندي هنا في حدود ربع كيلو فاصوليا خضراء مسلوقه على حمام بخار، في عندي في حدود 3 يعني كوبايه ونص من فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، ربع كوبايه ليمون، ربع كوبايه خل، نص كوبايه زيت، معلقه صغيره ملح، معلقه صغيره فلفل اسود، وبصلايه متوسطه، ويفضل تكون البصل الاحمر عشان بيبقى طعمه فيه تسكيره كده خفيفه. احنا بقى هنعمل ايه مع بعض؟ هنعملها على مرحلتين. اول حاجه هاخد البصل بتاعي بكون مقطعه جوانح، وبرايا ان انا اقطع المكونات اللي عندي كلها تقطيع متقاربه، يعني انا حاطه مقطعه الفاصوليا تقطيع كده متوسطه مش كبيره ومش صغيره، فبالتالي هقطع البصل بنفس الطريقه، وبرده الفلفل الالوان هقطعه بنفس الطريقه عشان تكون في تناسق بين جزيئات السلطه. فانا دلوقتي هاخد الملح والفلفل هنزل بيهم على البصل عشان اتبله، بعد كده هاخد ربع كوبايه الليمون، هاخد عندي نص كوباية الزيت، وهاخد عندي ربع كوباية الخل، هسيب البصل في التتبيلة دي في حدود من ساعة لساعتين في التلاجة، وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. دلوقتي رجعنا تاني مع بعض بعد ما عدت الساعتين بتوع نقع البصل بتاعنا في التتبيله بتاعته، اللي هي مكونه من ملح وفلفل اسود ومعلقه صغيره من ملح ومعلقه صغيره من فلفل اسود، عندنا ربع كوبايه ليمون، ربع كوبايه خل، نص كوبايه زيت، ويفضل يكون زيت عباد او زيت زيتون. مرت الساعتين بتوعنا وما شاء الله البصل بتاعنا بقى متبل وشكله حلو قوي، فهننزل عليه بقى بالفاصوليا بتاعتنا اللي كنا اصلا سلقناها على حمام بخار عشان نحتفظ بمكوناتها وقيمتها الغذائيه. نحط كمان عليها مجموعه الالوان، فلفل الالوان اللي عندنا كله متقطع جوليان عشان يكون شكله ظريف متناسق مع حجم الفاصوليا اللي عندنا. هي اوريجي الفاصوليا بتاعتنا غنيه بفيتامينات عاليه جدا، واي حاجه لونها اخضر بتبقى خطيره جدا في الفيتامينات بتاعتها، وبتبقى بتمد الجسم بعناصر غذائيه عاليه جدا. ما شاء الله سلطة جميلة جميلة وغنية ومغذية جدا. ياريت نشجع كل ولادنا وكل الأطفال عندنا ان هم ياكلوا السلطات دي، يعني ما شاء الله غنية بكل الفيتامينات والمعادن. خلاص انا كده قلبتها، فانا بقى هروح احطها في طبق التقديم وارجع لكم تاني. وده طبق السلطة بتاعنا، سلطة الفاصوليا في شكله النهائي عند التقديم. بنحط عليه اي جرنش، ولو ان هو كله جميل مش محتاج جرنش ولا حاجة، بس انا اكتفيت كده بواحدة طماطمية صغيرة كده من شيري توميتو. يا رب يكون السلطة بتاعتنا عجبتكم. وعلى فكرة السلطة دي تنفع جدا جدا في سفرة رمضان، لان هي غنية بفيتامينات كتيرة جدا وعالية جدا، فتناسب الصيام يعني. واتمنى يكون الطبق بتاعنا خفيف وعجبكم النهاردة، واللي يعجبه الفيديو بتاعنا ياريت لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.